زي ما شاهدنا، يمكن دي واحدة من الأعمال اللي أنتجها الراحل المقيم عمر الحلاق مع كل الود والتقدير، وعزانا له ولأسرته، وعزانا لكل زملائه في الوسط الإعلامي، لأصدقائه تحديدا، لأنه دايما الصديق بتحس بأنه هو لما يفقد إنسان قريب منه جدا بيتألم أكثر، الشخص بيكون متألم أكثر، شخص بيكون فاقده لأنه هو قريب منه جدا، بيكون عارف أدق التفاصيل عن حياته. عشان كده احنا حابين أنه نتحدث عنه، نذكره، وضحك بسيط جدا بالنسبة لي، ونحن نذكره في صباح الشروق، ونلتقي بأحد أصدقائه اللي عاشروه لسنوات طوال. معنا داخل الاستوديو صديق الراحل المقيم عمر حلاق، صديقه عبد الحميد عبد اللطيف. أهلا بك عمر، كيف حالك؟ مرحبا بك عبد الحميد، عفوا، كيف حالك؟ الله تمام؟ يسلمك. تمام الحمد لله، إن شاء الله بخير. مرحبا بكم، كل سنة طيبة، وربنا يجعل مثواه والجنة إن شاء الله مع صديقين والشهداء. وصعب جدا إنه الصديق يتحدث عن صديقه، يتحدث عن حجم الألم والفقد. واحدة من المنشورات برضه كانت على صفحته على الفيسبوك، اللي هو كان دائما بيحط الطاقة الإيجابية حتى في ظروف مرضه، كتب: يا جماعة أنا بحب الحياة شديد، تمام، ولسه عندنا مشاوير بالكوم والردوم ما قضيناها. شنو من المشاوير اللي مشيت معاه وإنت بالزامل عمر حلق؟ في الحقيقة أول حاجة أنا بعزي نفسي وبعزي كل أصدقاء عمر على امتداد ربع الوطن، و بفتكر انه انا واحد من اصدقاء عمر الكتار جدا يعني. و انا جيت بتكليف لانه انا قريب بس من قناة الشروق في اركويت، لكن اصدقاء عمر بالمناسبة بيمتدوا على قدر اتساع السودان. المشاوير اللي مع عمر مشاور حميمة جدا بيعرفها كل أصدقائه، والمشاور مع عمر ما انتهت. أنا على المستوى الشخصي بعتقد أن عمر يعني أحلامه لم تمهله، يعني من كثرة ما كان يعني بيحمل من مشاريع، ويعني أنتوا أدرى في المجال الإعلامي على سبيل المثال عمر، يعني رغم البؤس في العمل او العمل الثقافي عموما في خلال ال 30 سنه اللي فاتت في العهد البايد، يعني و يعني كان عمر كان واحد من الاشراقات، يعني عمر قدر انه يخترق الحاجه دي ويقدم اعمال جميله جدا، واعمال يعني فيها على مستوى الكم وعلى مستوى النوع، يعني وقدم النوع ده من البرامج على سبيل المثال مع الود والتقدير وكده، وشارك في كثير من المشاريع الثانيه مع اعلاميين اصدقائه وزملائه، وهي مبذوله طبعا معروفه. هو كان مجتهد فعليا في ذي الظروف زي ما ذكرت، قاسيه في الوسط الاعلامي، صعبه لكثير من الناس، لكن هو كان بيعافر، كان بيجاهد عشان ما يحقق حاجه جميله وينتج برامج تليق يعني بالشعب السوداني. طيب احنا عايزين نعرف علاقه عمر حلاق بالاسره الكبيره والصغيره. واحده من مميزات عمر يعني هو قلبه الكبير، يعني عمر عباره عن قلب كبير لكل الناس اللي بيعرفوه، يعني من اصغر زول لاكبر زول. هو كان علاقته عميقة وطيدة مع كل الناس، يعني مع الناس الكبار ومع الناس الصغار. عشان كده يعني الفقد بتاع عمر انت بتقدر تشوفه في عيون الناس التانيين، يعني حتى الاطفال اللي بيعرفوه وكده. يعني عمر كان راجل صادق جدا، يعني ممكن دي الحاجة اللي خلت انه الناس في الفقدان بتاعه ده على المستوى التضامن والإحساس بالحرقة تجاه فقدان عمر كان كبير جدا، والناس ممكن تكون لحظة الحادي على مستوى الوسائط الاجتماعية وكده، الناس اللي عزوا فيه وكده، لأن عمر كان زول صادق يعني. شفنا الوسائط عموما تثور بسيرته العطرة والندية. يعني لو تكلمنا شوية عن مشاويره اللي كان بيحلم بها مع آخرين لتحقيق على أرض الواقع، هو رحل ولكن ظلت الأماني باقية وظلت المشاريع على أرض الواقع مع أصدقاء كثر مبدعين في
مجالات مختلفة، شنو من المشاريع الحقيقية اللي كان عايز يحققها في باله بشراكة مختلفة مع أصدقائه في مجالات عديدة؟ والله عمر زيه زي يعني جيل كامل يعني عاش في التسعينات في حقبة كانت صعبة جدا، والجيل ده دفع أثمان كبيرة وقدم تضحيات كبيرة، عمر كان من ضمنهم. يعني التجارب اللي مرينا بها عمر حلاق كان من ضمننا يعني مع أصدقاء كسر، هي يعني صقلت الناس وخلتهم يعني يفكروا في انه الحل شنو على مستوى الوطن بشكل عام، يعني الهموم الوطنيه الكبيره، يعني يعني وطن حر وشعب سعيد وديمقراطيه وتنميه متوازنه وحياه كريمه للشعب السوداني، دي كلها مبادئ عمر كان قاعد يجسدها في على مستوى عمله في مجاله الاعلامي يعني، وقدر انه زي ما قلت يعني يعمل اختراقات في الحته دي. مشاور عمر ومشاريعه كبيره، يعني انا على المستوى الشخصي بعرف انه كان عنده مشاريع اكبر من كده بكثير، لكن رغم تجربته اللي هي قصيره على المدى الزمني لكن هي عظيمه يعني كبيره كبيره على في يعني على مستوى المنتوج الموجود. و الحاجة دي ممكن يتكلموا فيها يعني الإعلاميين أكثر مني أنا، المتخصصين زملانه ده على مستوى الإعلام. أي لأنه شفنا الوعد فور وفاته وانتشرت كل الرسائل، لأنه هو كان عنده وصايا بقايا وصايا في قلوب كل أصدقاء الأوفياء اللي كانوا مناصرين له في حياته، يعني وعدوه الوعد الصادق أنه حيكمل في بقية المشاور الإنسان، المشاور اللي بتهم الإنسان. عشان كده كان السؤال عن المشاوير اللي كان بيطمح لها عشان يذكر بها بقيه الاصدقاء. طيب استاذ عبد الحميد، يعني يمكن انت علاقتك بك صديق زي ما ذكرت من سنوات طوال. طيب كيف دخل عمر حلاق للوسط الاعلامي او العمل الاعلامي؟ يعني اكيد انت كنت حاضر الفتره الزمنيه دي، وتفاصيل يعني لو في تفاصيل عن انه التحاقه للعمل في الوسط الاعلامي المجال الاعلامي عموما. بداياته كانت في اعتقد في بدايه الالفينات يعني. وعمر بيفتح الابواب بالمناسبه، يعني لشخصيته الفريده ولسماحته ولبشاشته ولقدرته ذاته ولمشروعه الكبير، يعني بيفتح الابواب الموصله، يعني دي واحده من ميزات عمر حلاق، يعني عشان واحده من الحاجات اللي خلته ينجح على سبيل المثال في المجال الإعلامي يعني. وعمر واحد من الإعلاميين أنا أدعي أنه هو اللي صنع نفسه يعني، وهو سقف نفسه، لأنه عمر زي ما قلت هو مشروع كبير صحيح، يعني بدأ وتطور 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 وماشي، لكن للأسف أحلامه ما أدته. وانتوا ان شاء الله حتكمل في بقيه المشوار، يعني معروف انه الصديق دائما بيكون وقت صديق، والصداقه بتكون فيها كثير جدا من التفاصيل ما بيشوبها ظنون الانسان يعني. فلو تكلمنا عن علاقه الراحل الزميل عمر حلاق، يعني هو كان شويه كده زول بحب الحياه، زول مرح، زول جميل، بحب يساعد، لكن شويه كده في الجانب في مجال العمل لا يرضى الهنات يعني. فاحكي لنا عن التفاصيل ما بين التناقض، ما بين المحبة الكبيرة وما بين الضبط والربط في المجال العمل. هو ما كان شوية بحب الحياة، هو كان بحب الحياة شديد. والحاجة دي كانت معدية بالمناسبة، يعني عمر يعني كان بينقل العدوى بتاعت حب الحياة دي للوسط الناس اللي حوالينه، يعني أصدقائه وزملائه في العمل، أسرته الكبيرة والصغيرة في الحلة، في الكلاكلات وفي الشمالي وفي دارفور وفي يعني كان كيف بيوازن ما بين كل الجوانب الإبداعية اللي كانت أصلاً عنده، ما بين ضغط العمل، ما بين الأصدقاء، ما بين أسرته، فكان كيف اللمات بتاعتكم أنتوا جلسات السمر والجمال؟ يعني ما قلت لك حب عمر للحياة ده هو كان يعني زي الزهرة اللي بتجذب
يعني كان حاضر بلبي كل المناسبات الاجتماعية. لا لا كان حريص جدا عمل انه بكون موجود. أيوة. بجامل كل الاصدقاء بالضبط. هو كان رمانة الحياة الاجتماعية للناس اللي حوالينه زي ما قلت لك، على مستوى الاصدقاء الشخصيين وعلى مستوى الاسرة الكبيرة والصغيرة وعلى مستوى اصدقائه حتى في الحلة، يعني في الكلاكلات ولا ما وكذا. هو كان رمانة المجالس لحبه للحياة ولقلبه الكبير، لثقافته الموسوعية كويس، لجديته في نقاش أي حاجة مع أي زول. وأنت قبل قلت إنه هو في العمل ممكن يكون شوية ملتزم، يعني ملتزم لأنه هو جادي، ودي ممكن تكون واحده من الاسباب اللي خلته انه يكون ناجح. يعني نقدر نقول هو قادر يفصل ما بين العمل وما بين علاقته الاجتماعيه والاصدقاء وكذا. طيب برضو عايزين نعرف علاقه عمر حلاق بالسوق، يعني ما بين العمل الاعلامي والسوق. السوق كان عنده علاقه في الانتاج، في شركات الانتاج المختلفه. والله انا ما يعني التفاصيل في 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 خلفيه هو عمل في السوق، كان عنده عمل في السوق كمان في ظل الظروف الاقتصاديه العامه. الانسان تلقاه انه عنده موهبه وعنده امكانيه لانه هو يشتغل في مكان ثاني. ايوه عمر زيه زي شاب سوداني ثاني، يعني انا بعرف يعني انه هو اشتغل طلبه مثلا زيه زي شاب سوداني ثاني في من جيله. اشتغل اي حاجه، يعني اشتغل طلبه واشتغل في محل انترنت. أظن اشتغل برضه في يعني في كل المهن. أنا نفسه بنفسه يعني كل الظروف اللي ممكن هو قدر. طيب عشان ناخذ برضه معانا المشاهد في الصورة، إنه هو كان ظاهر من خلال أعماله المختلفة وكان بتظهر للناس بكل هذه الإنسانية الجميل، ممكن تجذب المشاهد وخليه يعيش معاه ويعيش الواقع كمان، سواء كان في كل الود والتقدير أو عموما الانتقال السلس ما بين الدراما والتمثيل أو كذا. فلو تكلمنا عن عمر الإنسان في مشاريعه الإنسانية، كان نماذج لا مع كل الود والتقدير، لكن كان هل عنده كان برامج لسه كان عايز ينفذها يعني من خلالكم انتوا جلساتكم؟ بيتمنى كان يعمل شنو يعني؟ زي ما قلت لك يعني أحلام عمر يعني كبيرة. كبيرة. أي كبيرة جدا. المشاريع قاعد يناقشها مع أصحابه وأصدقائه كثيرة جدا يعني. للأسف المرض يعني اللعين وقف حياة كثيرة، يعني وقف الكتلة والشعلة من النشاط دي. كانت ممكن يعني أنا أفتكر إن عمر فقد مش لأصدقائه وأسرته وأصحابه بس، فقد للعمل الإعلامي والعمل الثقافي والعمل الثقافي والإنساني، خصوصا بعد التغيير اللي حصل في السودان يعني بعد ثورة ديسمبر. عمر كان ممكن يقدم الكثير والكثير، لأنه كان عنده مشاريع كثيره لكن كان قاعد بيتلقى موانع يعني. نعم. احنا لقينا هو كيف استقبل المرض وكيف تعامل معه. يعني ده ذكرت انه المرض اللعين هو اللي كان سبب في انه هو يعيقه عن حركته وعن نشاطه الثقافي والاجتماعي والانساني. كيف استقبل المرض وتعامل معه؟ والله هنا يعني برضه بتكمن حاجه من حاجات عمر حلاق العجيبه يعني. يعني عمر هو اللي كان بماسك الناس وهو عيان. هو صابر يعني، لكن ايوه هو اللي كان بيدي الناس اللي حوالينه واصحابه والناس الشفقانين عليه وكذا، هو اللي كان بيماسكهم يعني عبر التواصل معهم، يعني سواء كان بالوسائط او بالمسج او كذا. الزول اللي كان بيحارب في المرض وبيصبر الناس اللي حوالينه هو عمر، هو الشخص المريض ذاته يعني. صحيح. كمية الشفقة والإحساس بالألم بمرض السرطان اللي كانوا حاسين اصحابه واسرته كده كان كبير، ورغم انه الالم هو في جسده هو، لكن هو اللي كان بيمسك الناس يعني. نعم له الرحمه والمغفره ان شاء الله. احنا شاكرين لك كثير جدا صديق الزميل الراحل المقيم عمر حلاق عبد الحميد عبد اللطيف، شكرا على هذه المساحه. تسلم كثير وربنا يرحم ان شاء الله ويجعل مثواه الجنه. شكرا لك. بارك الله. شكرا جزيلا.